وسام يا شرير، عم نشوفك بلشت تغزو القصة تبع ثورة الفلاحين، ودورك لا كوميدي ولا رومانسي، دورك شرير والعالم كتير بتحبك أو معودة عليك بهيك أدوار. شو تخبرنا أكتر، كيف كانت تجربتك، كيف تصف لنا إياها؟ بكرهك هذا من الجو. لازم نعمل هيدي الصدمة بين وقت والتاني. يمكن لو بلشت بهول الأدوار ببداية مسيرتي كان ممكن يكون هالشي شوي صعب، لأن الناس بتصدق أحيان ما بتفرق كتير بين الشخصية وبين اللي عم بيلعبها. بس هلأ لا، هلأ أنا يعني خلقت خط لإلي بهالمهنة اللي هو الكوميديا، بس أنا بشتاق للدراما، لأن أنا بالنهاية ممثل، وأي ممثل هو قادر يستعمل كل انفعالاته وأحاسيسه سواء بالدراما تراجيديا أو بالكوميديا. فهلأ إيه مستغربيني أكيد، خلطة يعني هالكاركتير في شر وفي مؤامرة، بحيك مؤامرات، تفكيره أسود، بيعمل ثنائي مع رامح، بصير انه كان بعد ناقص رامح الشرير حدا بعد يزيد له شره يعني ويفتح له راسه على مخططات بشعة. منا شيء عادي انا فيه اعمله كل مرة، بس بحب فرجي انه انا قادر اقدم اي دور بينعطالي سواء كان شر او كان خير. وسام، بس نشوفك كنت عم تلعب الأدوار الكوميدية، كنا عم نشوف إنه وسام عم بيعكس يمكن شخصيته، خبرنا لأي درجة أنت حسيت بالتعب، كان تعب النفسي أو التعب الذهني إنه أنت عم تلعب شخصية شوي العالم ما تعودت عليها، وبدك تثبت للكل إنه أنت بالدراما كمان ناجح؟ قصدك إنه عم بلعب شخصية بعيد عن طبعي اللي هو الشر. جوات كل إنسان في شر صغيتور بيطلع حسب البيئة، بحسب مين بيعاشر الإنسان، موجود عنا. فتشت عليه بناس أو بأجواء الشر فيهم كبير، يعني قربت من العالم هيك، لأن أنت ضروري تحضري وتراقبي لتقدري تاخدي نفس، تاخدي إشارات، تاخدي طريقة، لأن حتى الشر بده يكون صادق أنت عم تقدميه ليوصل للعالم. يعني لازم يكون أنا حاسس الشر بساعتها، حاسس اللقم بساعتها، لأقدر يعني وصله ويصدقوا العالم، وهيك صار. فكنت وقت كون قدام الكاميرا بدور جيمس خلص في شي بيركبني اللي هو يعني إشياء سودة بتفجر هالسواد اللي جواته بمؤامرات هو عم بيخطط لينفذها. هلا في كتير اشخاص بدو يتساءلوا، ما رح معقول يكون انت لك دور مع رامح بيك حتى تحارب الفلاحين؟ والله يعني هيدا الجو موجود. هلا كيف، شو رح يصير، شو رح يصير حتى بجيمس، يعني جيمس نهايته غير متوقعه كمان. خبرنا، انت كان عندك صعوبه تركب الحصان وتمشي عليه؟ أنا ما سيقبني مشاهد حصان، الحمد لله كانوا أنا كنت حبها شوية، عم بتجرب كنت أتخيلك بالموضوع. شوف الحصان، ركوب الحصان شغلة منها سهلة أبداً، والحصان معروفة كل العالم بيعرفه أنه إذا حس أنه اللي راكب عليه خايف ومنه ليدر، يعني ما ضابطه، ممكن يزته، يعني بينقهر أنه هيدا اللي فوقي منه خيال يعني. فركوب الحصان منه شغلة سهلة. هلأ سأب أنا أدواري بالقصر وبالجنينة لو كان في أدوارك بحتم عليك أنه أنت تركب على حصان وتمشي فيه، شو كنت عملت؟ كنت بدي روح على مطرح أتعلم لبين على الكاميرا أنه أنا عن جد بركب حصان، لأن هولي على فكرة الأشياء كتير المشاهد ذكي وبيعرف أنه ببين الواحد أنه إذا حاسس حاله راكب على بسكليت بس هو حصان، يعني منه سهلة. عم نشوف الديكورات بالعمل كتير كتير مهم، الانتاج كتير ضخم، خبرنا انت يعني شيل الانتاج الديكور المعمول من جوا، الفنانين الممثلين اللي كنت عم تشوفهم، اي شخصية هيك كنت تحب تتفرج هي وعم تلعب دورة وتحس انه لا انت فايت بالمود معها؟ والله الحلو بالشخصيات انه كل شخصية هيك انبرزت بطريقة ولا أجمل من هيك من خلال المواهب الرائعة. يعني في أهم ممثلين بلبنان هالعمل، في نص جميل جدا لكلوديا مرشي. كان في شخصية بتحب أنه أنت تلعبها بهذا العمل؟
شخصية أنا ألعبها. أنا إذا بتقلي لي ألعب شخصية بقلك رامح، لأن كمان بهيك دور الممثل قادر كتير هيك يفتش جواته وينسيك حاله. هيدا اللي عمله باسم مقنية صديقي بالمسلسل، اللي هو نسينا كل الأدوار الغرام اللي بلعبها قبل. فهيدا الدور بيستفز أي ممثل، لأنه يعطي من جوا ويقدر هيك يعمل صدمة إيجابية عند العالم، إنه أوف هالقد قدر يوصل الشخصية بكل مفاتيحها. خبرنا أنت اليوم ما بتحس إنه نداءاتك اللي كنت عم بتقول إنه يا عمي أنا بدراما كمان ميز ومتألق، هيدي يعني الدعوات اللي كنت أنت عم تطلقها لقيت أذن صاغية، ومعقولة برمضان نشوفك بهيك أدوار كمان؟ هلا هيدا الجهد، هيدا السعي، يعني انا من الناس اللي بيسعوا ما بيأس. ايه انا اشتغلت لانه اقدر اكون عم بلعب كل الادوار، وهيدا اللي صار. وايجل فيلمز يعني مسيرتنا معها طويله، وهيدا العمل صور الفلاحين هو يعني فينا نقول وسام على صدرنا كلنا، مبسوطين فيه، بيوصلنا عربيا، بيخلينا نفوت على بيوت كتيرة بلبنان وبرا، وسامعين حديث الناس يعني حصورة الفلاحين. وأكيد تحية كبيرة لفيليب أسمر اللي هو كمان عطى من كل خبرته وعطى من كل جهده لحتى طلع هالمسلسل بأجمل طريقة.